السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى مع بعض حاجة جميلة جدا، المكرونة بالطريقة دي. طبعا اكيد سمعتوا عنها، هنعملها من غير سلق، من غير تحمير، من غير فرن، من غير اي حاجة خالص. هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي، بس بطريقة سهلة وبسيطة. قطعت الخضار كده زي ما انتم شايفين عشان يعني ما ناخدش وقت في التقطيع بقى والجو ده. بس قبل ما ابدا الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وتفعيل الجرس لكل اللي مش مشترك في القناه. وعايزه اقول لكم بقى، الطريقه دي في المكرونه جميله جدا، لان الولاد هياكلوا مكرونه بالخضره. طبعا كل الولاد بيحبوا المكرونه الاسباجيتي زي ما انتم شايفين كده، بس دلوقتي بدل ما ياكلوا الاسباجيتي عادي هياكلوها بكل الخضار ده، هتبقى مغذيه جدا ليهم. عملتها بالبتنجان وعملتها بالفلفل وعملتها بقى الحاجات دي عشان تطلع مغذيه معاكم جدا والولاد تعجبهم جدا. يلا بينا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اول حاجه عندي هعملها، اجيب حله كده على النار، هحط فيها مكعب واحد زبده عشان خاطر الطعم مش اكتر. طبعا كلنا عارفين اهو كده، مع الزبده لازم نحط زيت، احط حبه صغيرين جدا من الزيت اهي كده. عايزه اقول لكم المكرونه دي انا هزود لها اضافات طبعا، يعني لو شفت الاضافات بتاعتها هتلاقيها مختلفه تماما وطعمها هيبقى جميل جدا معاكم باذن الله. هبدا بس كده سايح الزبده في الحله كده، ودلوقتي خلاص الزبده بتبدا تسيح معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى انزل باول حاجه عندي، وهي اكتر حاجه بتاخد تسويه معايا، الفلفل بالشكل ده كده. وطبعا الفلفل بيديني طعم جميل جدا للمكرونه. انت بقى براحتك في الكميه اللي انت حابه تحطيها اهو كده. انا طبعا حاطه كميه فلفل كبيره عشان انا بحب الفلفل جدا في المكرونه. هديله بقى تقليبه كده، وهحط عليه سنه ملح خفيفه. بصوا عايزه اقول لك الوصفه دي مش هتاخد منك 3 دقايق بالظبط اهو كده، وهتطلع معاكي طعمها روعه. في حتتين بتنجان وقعوا، مش مشكله. عايزه اقول لك بقى، لما تدي الولاد البتنجان بالطريقه دي هياكلوا بتنجان وهياكلوا فلفل وهياكلوا طبعا المكرونه، لان الاساس في الاكله دي كلها المكرونه، فهتعجبهم جدا. هبدا بقى اضيف البتنجان معايا. عايزه اقول لك البتنجان لما بيشرب من الزبده بيدي طعم رائع. جربي اعمليها للولاد وشوفي رد فعلهم هيكون ايه، هتعجبهم جدا باذن الله. طبعا انا حاطه رشه الملح من الاول اهو كده. انا طبعا في سايبه القشر بتاع البتنجان، مش كله شايله القشر بتاعه عشان برضو يديني الوان كده تكون حلوه في الطبق اهي كده. عايزه اقول لكم ريحه البتنجان بقى بالفلفل بالزبده ما اقولكيش، والله روعه جدا. بعد كده هبدا بقى ايه، عندي فص الثوم اهو، هبدا بس الاول هقطعه وبعد كده هحطه عليه. دلوقتي هنزل بقى بالثوم، فص ثوم كده بدأت اقطعه مكعبات وانزله عليهم. ريحة الثوم بقى ما اقولكيش، والله روعة. لازم طبعا تديهم كلهم تشويحة الاول مع بعض. هبدأ بقى دلوقتي اجيب عندي، اديها بس تقليبه كده كويسه، واجيب عندي طماطمايه واحده اقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين كده، واحده بس مش اكتر. هديها تشويحه، طبعا احنا عارفين كلنا ان هو كل ده الخضار لسه ما استواش معايا. بس ايه، بدأت بصوا بدأ يدخل في التسويه اهو كله. هبدأ بقى ازود الاضافات الثانيه بتاعتي، ودلوقتي هزود بقى باقي الاضافات، اللي هي اول حاجه الزيتون.
الزيتون هيديني طعم جميل جدا وريحة. لو حابة تزودي زيتون اوكي، بس انا مش هزوده عشان ما يطلعش معايا ايه حادق قوي. بس لو انت بتحبي الزيتون او ولادك بيحبوا الزيتون، لو حطيتيه في الوصفة دي وسبتيه بيتسلق معاها، مش هتلاقي الزيتون مالح ولا حاجة، بالعكس انت هتقللي الملح بتاعك عشان خاطر الزيتون، فيبقى متوازن جدا في الاكلة دي وطعمه هيبقى جميل جدا. ودلوقتي طبعا زي ما اتعودنا ان في اضافات لازم نضيفها، هنضيف كيس صلصة طماطم او معلقتين من صلصة الطماطم اللي انتوا عاملينها في البيت اهو كده، وهديها تقليبة. هبدأ برضو ازود معايا، عارفين طبعا البابريكا اساسي معايا في كل اكلة ما اقدرش استغنى عنها، هزود معلقة بابريكا ومعلقة بهارات بالشكل ده كده، وهزود برضو عندي معلقة فلفل اسمر. الفلفل الاسمر طبعا اساسي في المكرونة. وديهم تقليبة كده كويسة مع بعض. بسم الله، انا كل ده لسه محطتش اهو المكرونة اهو كده، وبعد كده هجيب بقى المكرونة عندي كده. بسم الله، طبعا هكسرها عشان خاطر الولاد وهخليها ايه تستوي معاهم اهي كده اهي كده، وهديها طبعا تقليبة كده مع بعض. وبعد كده هعمل ايه بقى، هجيب عندي مية، لو انت حابة لو عندك مية مغلية مفيش مشكلة، هتكون افضل. احط مية يدوب كده على قد المكرونة اهي، وهسيبها بقى كلها اغطي عليها، وهسيبها بقى كلها تستوي مع بعض اهو بالشكل ده كده. هغطي هنزلها بس كده كلها جوه الايه جوه الميه، انا طبعا مش حاطه ميه كتير عشان خاطر ما تعجنش اهي كده. هبدا بقى دلوقتي هغطي عليها وهسيبها لحد ما تستوي. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا لسه كل ده ما حطيتش الملح. هبدا بقى قبل ما اغطي عليها احط الملح، هملحها يا دوب على قد تمليحتها، مش هزود ملح زياده عشان خاطر انا عامله حاطه زيتون، فاحط يا دوب رشه الملح كده اهي، مش هزود تاني عشان خاطر في زيتون هيخليها ايه حادقه معايا. لو انت طبعا حابه ان انت تعملها تحط لها شطه، حط لها شطه من دلوقتي اهي كده. هبدا بقى اغطيها، ونرجع مع بعض بقى بعد ما تستوي ونشوف شكلها يكون عامل ازاي. دلوقتي خلاص بصوا بقت معايا بالشكل ده، طبعا وطيت عليها، اول ميه ما تتشرب معاكي هتبداي بقى توطي عليها وتقلبيها كده اهو. بسم الله، انا هديت عليها النار جدا وسبتها لحد ما تستوي، هي كده لسه ما استوتش. هبدا بقى اغطي عليها وهسيب النار واطيه لحد ما تستوي معايا، وما تستوي هطلعها دلوقتي واوريكم شكلها يكون عامل ازاي. شايفين بقى شكلها بعد ما استوت بقت عامله ازاي معايا، طبعا شكلها بصراحه تحفه جدا. عايزه اقول لكم الولاد ما اقولكوش يعني ما شاء الله عليها، عجبهم جدا. حطيت بقى شويه زيتون على جنب كده، ممكن تحطي شويه كزبره مثلا، شويه بقدونس، اي حاجه تزيني بيها الطبق، وبرده الولاد هتعجبهم جدا وهياكلوها. بصي بقى ازاي بتديها طبعا شكل جمالي اكتر. وعملنا اهي المكرونه وطلعت معانا ما شاء الله جميله جدا، وصلصه ما اقولكيش بقى الصلصه بتاعتها بقت تقيله، بدل الصلصه ما بنعملها وتطلع صلصه خفيفه قوي كده، لا صلصتها تقيله ولونها احمر حلو اهو معانا. بصي بقى عامله ازاي، لو انت حابه بقى تحطي عليها شويه جبنه، شويه اي حاجه تانية ابدأي حطيها، هتطلع معاكي جميله جدا. ولو عندك شبت زي كده زيني بيه برضو بيطلع جميل اهي كده، وحده شبت مثلا كده، طبعا شكلها جميل جدا وتحفه بصراحه. ولا سلقنا بقى ولا تعبنا ودماغنا في السلق والبتاع، يا دوب كله يتحمر مع بعضه، وفي الاخر نحط المكرونه عليهم وعليها شويه ايه
شويه ميه يستووا مع بعض كده او يغلوا مع بعض. ممكن بدل شويه الميه تحطي لي عصير طماطم، هيبقى برضو طعمه جميل. بصوا بقى اوريها لكم عامله ازاي، اهي كده شايفين. طبعا هي سخنه بس والله طعمها جميله جدا، بس انا كنت حابه اوريكم. بصي يعني هي عامله ازاي، مش طالعه معايا معجنه ولا حاجه، بالعكس طالعه مستويه ومستويه بالظبط، وطعمها كمان جميل جدا. يا رب بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.